في غالب الأحيان كتمشي السفن ديالنا بما لا تشتهيه الرياح. شحال من قصة حب كنا كنشوفوا الأصحاب ديالها كيتمرغوا في الرومانسية والانسجام والتفاهم، وتنقولوا هذه هي المثالية اللي بطبيعة الحال ما كيناش في الكون، وفي الأخير كل شيء كيسالي كنتصدموا حيتاش بحال هذا الكوبل تيكونوا عاطينا واحد النوع من الأمل. ولكن هذا خير دليل على أنه طرح الطير اللي مقدر ليك هو اللي غادي يكون من نصيبك. الحكاية اللي غادي تشاركنا لمياء الليلة أول مرة بحالها غادي تدوز عندنا في القناة، ما تمشوا فين وبقوا معايا. سلام سلام، قبل ما نقول حتى شي حاجة بغيت هو الأول نعلمكم باللي أنه في الحلقة الجاية إن شاء الله كونوا على القرص، لأنه غادي نعلن لكم ولأول مرة على واحد الجيفوي ديال كل ما هو يخص بالاهتمام بالبشرة، واللي غادي يكونوا فيه زوج ديال الرابحات، واللي الهدف منه فقط عربون محبة مني لكم وعلى إخلاصكم لهذه القناة وعلى تعليقكم الجميلة. هذه هدية بسيطة بغيت نديرها لكم وصف، غير وعافكم فعلوا جرس القناة باش أنا إذا حطيت الفيديو بعد غدا إن شاء الله غادي نحاول يطلع لكم باش تعرفوا طريقة المشاركة اللي غادي تكون جد سهلة، وشنو غادي تربحوا في هذا الجيفوي وهذا الشيء كامله بالمشاركة مع الصفحة تاع يو تريندي برودكت على الإنستغرام، اللي هي اللي غادي تقترح عليا شنو غادي نهديكم كل ما يخص الانثى واللي ما غاديش ندموا عليه وانا متاكده. فخليني دابا نقول لكم مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنتي جايه على القناه نقول مرحبا بك، اذا كنتي على الدار الدار داك كيف العاده ما نطولش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا لاميا، انسانه اللي تربيت وسط عائله زوينه بزاف وبين خوتي بربعه، انا هي اخر العنقود. ربيت في واحد القريه اللي هي بعيده شويه على المدينه، دوزت طفوله مزيانه كلها حب وعندي كل شيء اللي بغيتها كنلقاها، ورغم انه عائلتي عائله اللي هي متوسطه كان المستوى الدراسي ديالي مزيان بزاف وكنت مجتهده. طلعت لمرحله الاعدادي غادي نولي كنفهم شنو هو المعنى ديال العلاقات في هذه المرحله، وبدا كيعجبني هذا العالم وحبيت باش حتى انا نجربه من الفضول. في الثامنة ديالي غادي ندخل في علاقة اللي تلفاتني واللي كانت كترجعني اللور، لدرجة أنه الأساتذة كانوا كيسولوني علاش وليتي متأخرة في قرايتك وعلاش ما بقيتيش كتحفظي وامتحانات كهبطوا في النقاط. غادي توصل بطبيعة الحال الهضرة لدارنا الماما وخوتي اللي غادي يدبزوا معايا، وغادي يفقدوا كاع ديك الثقة اللي كانوا دايرين فيا. حاولت باش أنني نهي ديك العلاقة وشديت التاسعة ديالي بالمعدل ديال 14، وقدرت باش أنني نطلع للثانوي. في هذه المرحلة عاد غادي يقدروا والديا انهم يشريوا لي التليفون. غادي نتعرف على واحد الشاب سميتو سامي اللي كان كبير عليا، انا هذاك كانت عندي 14 سنة وهو كانت عنده 26 سنة. هذا الشاب كان شافني في واحد العرس ديال العائلة وخد النمرة ديالي، انا كنت واخدة هاد الامور بالضحك نسبة لذاك الشيء اللي كان وقع ليا مع دارنا فاش اكتشفوا العلاقة ديالي الاولى. سالى العرس وتفرقات الجوقة، واحد بنت خالي اللي كانت حاضرة للواقعة غادي تقول لي لا لمياء خير دوي معاه ما فيها باس هانية. هضرت معاه جمعنا واحد شوية وانا نقول عرفتي شنو عطيه اتساع لهاد الشي ونط بلوكيتو. بديت كنساجم في الثانوي ديالي لكن اللي كانت بالنسبة لي عالم واحد اخر. السنة الاولى ديالي بابا من بعد ما كان صحة وسلام وخدام وكل شيء هو هداك غادي يطيح على الوقفة ديالو ومرض، انا نفسيتي انا ذاك تحطمت بزاف وليت غير تنبكي وما مركزاش في القرايه ديالي اللي ولات زايده ناقصه، حيت نقول بلي انه غادي نفقدوه. وبطبيعه الحال حبس من الخدمه وخلصتو ولات كتمشي غير في الدواه. خوتي منهم اللي مزوج ومنهم اللي خدام فهما اللي كانوا مره مره كيعاونونا. انا ديك الساعه غادي يقرا معايا واحد الشاب اللي كان تيقرا معايا في الاعدادي واللي كان ظريف وعزيز عليا بزاف، ولكن لما شافني انني كنت كنهضر مع الشاب الاخر اللي هو سامي ديال العرس فبدا كيبعد عليا، لكن انا كنت كنحاول باش انني نجمع معاه ونقرب منه لانه فعلا كنت نحس بشي احساس من جهته. غادي نعترف ليه بلي انني تنبغيه لكن ما خداش الموضوع بجديه وما رضيتش. لما حس بلي انا تزيرت غادي يجي يهضر معايا واعترف ليا بالحب ديالو ودخلنا في علاقه، وبطبيعه الحال قرايتي تراجعات ومعه هو كان قراي فبديت كنحس كانني كنلاهيه وما غادي ندير والو من غير انني نجتهد باش انني ما نضيعش السنه ديالي. في سيزيام نجحت لكن ما كنتش راضي على النقطه ديالي لانه كانت ناقصه، بعكسي هو كان جاب فوق المعدل ولكن ماشي داكشي اللي بغى لانه كان تيجتهد. طلعنا للباك ووسط هادشي كله وهاد المراهقه تزادت القوه ديال العلاقه ديالنا، خصوصا لما زاد الحال على با ولما كانوا كيبانوا ليا
كيبانوا ليا. كنركز على هاد النقطه بلي انه دارنا تيظلموني وما كيبغيونيش وكيحكروا عليا وما كيفهمونيش، ورغم انه هاد الشيء كامله يقدر انه ما يكونش غير انا في داك السن كانت يبان لي بحال هكا. فكبرات علاقتنا وكان تهتم بيا هاد الشاب اللي هو ايوب، وكنمشيو نديرو الساعات الاضافيه بزوج. واحد الوقيته في الليل كان كيوصلني حتى للدار، كانوا تفاصيل زوينه اللي كتبين باللي انه هاد السيد راه تيبغيني وكيحترمني بزاف، وانا كنت كنبادلو نفس المشاعر. ماما وخوتي كانوا شبه عارفين بالموضوع، عياو معايا باش انا نحبس من هاد العلاقه، ولكن ما كنتش كنتشد ليهم. والديه كذلك كانوا عارفين بالعلاقه. المدرسه اللي كنا فيها كان كيتضرب بينا المثل، كان الوعد ديالنا عمرنا ما اننا نخليو بعضياتنا، وكان تيقول لي غادي نشدو الباك بزوج وهو غادي يمشي يقرا في شي مدينه وانا غادي نمشي نقرا معاه تما، ولو كاع لا غادي نبقاو ديما متشبتين مع بعضياتنا وغادي نقرا ويخدم هو ويدمر على قبل العلاقه ديالنا باش نقدروا نكونوا بزوج. هذا هو الهدف اللي كان من البدايه. كان تيوعدني وكان تيبان لي من عينيه بلي انه صادق، وانا كنت ثايقه فيه وغادا وتنحلم معاه كبير. كنا قصة حب اللي كان كيتضرب بها المثل في الثانوية، كيف قلت لكم كان كل شي كيهضر على كيفاش كان تعاملوا مع بضياتنا باحترام. من اللي قربوا الامتحانات الوطنية كان عرس واحد اخر في العائلة، وداك الشاب الاخر اللي هو سامي ديال العرس الاول اذا بقيتوا تعقلوا عليه تلاقيت به في هاد العرس للمرة الثانية عاوتاني، لكن ما هضرنا ما تشوفنا. فهو بدا تيقلب على نمرتي وعلى الانستغرام ديالي بغى باش يرجع انه يتواصل معايا، لكن ما لقانيش حتى تواصل مع ديك بنت خالي من جديد وقال ليها راني بغيت نخطب لاميا. هو صراحه باش نكون معكم واضحه هو شخص ما فيه ما يتعب، خدام بطوموبيلته بدارو زويون كمظهر خلقا واخلاقا، ولا حتى عائلته اللي كانت ما شاء الله بغى يتقدم ليا من الاول. قلت لا حيت كنت نبغي ايوب وتيبغيني، لكن غادي توصل الهضره اللي عندنا للدار وبداو علاش ما تخطبيش ليه وحنا شحال دايمين ليك وباك راه مريض حنا راه نقدروا نموتوا وشكون غادي يقوم بيك وخوتك برجالاتهم، وديك الهضره ديال الضغط اللي وليت كنسمعها بحال حتى كل شيء دوا كل نهار. انا ذاك كنت نجحت في الباك ديالي فبديت نقول اه بصح انا دابا خديت شهادتي وقريت، امتى غادي نبقى نتسنى ايوب انه يجي يتزوج بيا؟ وهذا الشيء تيبقى غير مكتب والعلم عند الله. فهاد الوقت غادي نفكر بعقلي اكثر وماشي بقلبي. قالوا لي انه الحب ديال الصغر ما تيدومش وغادي يجي واحد النهار وغادي تحسوا بالملل، هو غادي يزيد ينضج ويبانوا ليه بنات وحده اخرين، والراجل راه تيبقى راجل، اما المراه اذا كبرات في السن راه كتعاب. ورغم انه هو ديما كان تيقول لي بلي انا وعندك شي نهار انا مياء يجي شي نهار وتفكري بهذه الطريقه حيت انا كنبغيك وبغيت كنتي نكمل معك حياتي. هاد المده كلها وانا تنفكر قبل الباك وغادي ندخل في التوتر ديال هاد الافكار مع الوطني، دارنا ما كانوش فارضين عليا مباشره لا غادي تزوجي بسامي، ولكن كانوا ضاغطين عليا ويعيبوا لي ايوب وكاع الهضره اللي قلت لكم غادي نوقف هاد الموضوع بيد ما دوز الوطني ديالي. وبقيت كنهضر مع سامي بالتخبيه على ايوب، وصراحه ما كان فيه ما يتعايب، ولكن انا عقلي وقلبي كان ديما مع ايوب ما قدرتش ننساه. لكن علاقتي ما بقاتش معاه مزيانه، وليت كنتوتر بزاف وكنتعصب على اي حاجه، وهو كان تيحس باللي انني تبدلت عليه ولا باللي راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. كل مره كنت تلقى ليه اعذار وتنقول ليه باللي كنحس راسي باللي انني ماشي هي هذيك وراني حزينه، وكان مسكين تيثق بيا. غادي نسافر من بعد ما دوزت الباك ديالي في انتظار النتائج، غادي نسافر لواحد المدينه. حتى لواحد النهار تخاصمت انا وايوب، ولكن حيتاش بغيت نلقى السبه فقررت باش انني نبلوكيه باش انني نسالي معاه ونشوف علاقتي مع سامي. ورغم انني كان بغي ايوب وما قدراش، ولكن فكرت بعقلي وقلت حتى لامتى. اكثر حاجه كانت كطمئني انني غدا في الطريق الصحيح، كنت نقول انه ربي جاب لي علاقه ديال الحلال، علاش غادي نبقى في الحرام؟ وكيف تيقولوا العلماء انه ما بني على باطل فهو باطل. كنقول صعيب انني نكمل انا وياه، شكون ضمن لي انه ربي غادي يسخر لينا في هذه العلاقه؟ وزيدون صدعوني دارنا بانهم تيقولوا لي الهضره ديال الوالدين راه هي اللي عمرك تندمي عليها وهي اللي كتصدق وهي اللي كتنفع. وسط هذا الشيء كله كنت نفكر كيفاش ايوب غادي يحس، خصوصا والديه عارفين باللي انه باغيني بالمعقول، كذلك اصحابه يقدروا كاع يضحكوا عليه، نقدر كاع نعقدوا في حياته مع البنات. ما كنتش باغا نحطو في هذا الموقف خصوصا وانه قصتنا وعلاقتنا كانت معروفه. انا فاش بلوكيتو هو بدا تيصوني عليا من نوامر واحد اخرين وما قدرتش نقطع العلاقه، ورجعنا لبعضياتنا ولقينا ريوسنا باللي اننا نجحنا. رجعت من السفر
هنا فين قررت انني نصارحو، ولكن ما شي غادي، ولكن ما غاديش نصارحو بالحقيقه. اضطريت انني نكذب عليه حيت خفت لانه يظن بلي انني راني كنت غير كنضحك عليه. الناس تيقول لك اللي تيبغي شي حد ما يقدرش يخليه، ولكن خطا. تقدر تخلي شخص وانت كتموت فيه على قبل راسك حيت ما مسلككش ديك العلاقه، واخا الحب كان حاضر بقوه. عيط لي واحد النهار وبديت كنبكي وانا كنصارحو، قلت لي بلي انا والديا راه بزو عليا ايوب واحد الشخص اللي تقدم ليا وانا ما بغيتش وا 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 وا. خليت لي بزاف الاعذار وبلوكيتو. جلست شي ايام ما قدرتش نصبر، فاضطريت انني نصوني ليه بنمره واحده اخرى وغادي نهضر معاه، وغادي نقول ليه بلي انا والديا خداو ليا التليفون وبلي انهم حاضيني، غادي تجي الخطوبه ديالي اللي كانت زوينه مع هاد سامي كيف قلت لكم اللي ما فيه ما يتعب. ولكن وسط مرحله التخطي تنقول كيفاش غادي نبغيه وانا قلبي وعقلي فيه شخص واحد اخر. دازت ديك الحفيله على خير، وانا اليوم كنحضر العرس ديالي اللي غادي يكون في الصيف، ولكن كل مره تنبكي لانني كنفكر في ايوب اللي مازال ما قدرش ننساه، وليت منفعله ومعصبه، وليت يهضر معايا كندور فيه حتى لديك النهار. غادي نصيفط ليه في التليفون بواحد النمره واحده اخرى، قلت ليه بلي انه انا لميا وبغيت ندوي معاك، راني توحشتك. قال لي خلي حتى من بعد ونهضروا في هاد التفاصيل ديال كيفاش تخطبتي وقبلتي. ما عرفتش علاش قلت ليه هاد الكلام اللي ندمت عليه، لقيته انه باقي مازال ما نساني وباقي مساعف معايا ومتيقني. قلت ليه واخا، زدت بلوكيتو وما عاودتش دويت معاه. ندمت علاش صيفطت ليه، انا بغيت ننساه، ولكن واش غادي نقدر ننساه ونبدا حياه جديده؟ نقدر نبغي زعما سامي شخص ناضج بخدمته وبفلوسه. ايوب هو داك الشخص اللي لقيت فيه كل شيء وتيفهمني غير من عيني، فكيفاش غادي نقدر ننساه؟ وزائد كنشوف انه مي وبو خوتي كلهم متحمسين لسامي، علما انهم تيعرفوا ايوب وكيوجدوا مرتاحين وراضين على العائله ديال سامي. انا صراحه راضيه، ولكن تانيب الضمير اللي تيجيني هو اللي تيخليني انني كل مره نمشي ندوي مع ايوب. ومن بعد كندم، تنسول ديما راسي واش انا قبيحه حيت خنت العهد اللي ما بيناتنا، واش ظلمته، واش ذنوبو خديتهم على رقبتي. ما قدرتش نقول الحقيقه ليه مباشره غير باش ما نجرحوش. انا تنحس براسي باللي انني قبلت ندخل لواحد المسؤوليه اللي هي كبيره ديال الزواج، ولكن سامي ديما تيقول لي ما تخافيش انا معاك وغادي نعاونك. انا ما لاقياش لمن نقول هاد الحقيقه من غيركم نتوما باش انكم ترشدوني. عفاكم قولوا لي واش شنو اللي درت صحيح ولا لا. نقرا التعليق ديالكم، هذه حكايتي. هذه هي كانت حكايه لمياء، وخا ما جاوبتنيش على بزاف ديال الاسئله باش انني نملا بزاف ديال الفراغات ونزيدو نعيشو معاها واحد الاحداث اللي هي اعمق، فانا غادي نقول واحد الرساله عامه ليها ولكل من مثلها. قيل في تجاوز الاشياء بلي انه مولانا كينزع لينا الاشياء اللي حنا كنبغيوها، وخا في حاله حكايه اليوم انه لمياء هي اللي تجرات في هذه الخطوه، واللي كنظن بلي انها مزيانه في رايي، لانه قلتي بلي انه كل ما بني على باطل فهو باطل. صحيح خصنا نعرفوا بلي انه مولانا كينزع لنا الاشياء اللي حنا تنبغيوها وحنا ما عارفينش الشر ديالها، حتى لو طحنك الانتزاع ديالها غادي يجي واحد اليوم اللي غادي تحمدي فيه مولانا بلي انه ما بقاتش عالقه فيك. نقطه، وركزي على حياتك ديال اليوم، حيت اذا كنتي مرتاحه فيها كيف قلتي وراضيه عليها خصك تمشي معها. هذه كانت حكايتنا الليله، كانت قصتنا الليله. ما تنساوش الجيف اواي في الحلقه الجايه ان شاء الله، وما تنساوش انكم تخليو تعاليق جميله من فضلكم لمياء باش انا تقراها وتعرف شنو غادي دير قبل ما دير العقد ديالها. فسلام سلام.